وحديث فرضت صلاة على ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة في السفر أو لا فيها، هنا استدل به من قال بوجوب القصر في السفر، وصح أنه ليس بواجب بل هو مستحب. وقد أتمت عائشة وأتم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولو كان القصر واجبا لما قال ابن عباس عندما سألوه يصلي المسافر خلف المتم قال يقصر، قال علامة، قال سنة نبيكم، قال سنة نبيكم. وحديث سماك عن عون عن ابن أبي جحيفة عن أبيه رواه الطبراني في الأوسط بلفظ صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة ركعتين صلاة سفر، وأصل هذا حديث مطولا، وأنه أقرت الصلاة ومرادها الرباعية الثلاثية، ولهذا قالت وتركت صلاة السفر على الأولى، تعني أنها على الرباعية في الحضر، وفي السفر يصلي ركعتين سوى الثلاثية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ومرفياته لمن مات بمكة، الرثاء لسعد بن خولة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر ابن سعد بن مالك عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بشطره؟ قال لا، الثلث والثلث كثير، إنك الثلث يا سعد والثلث كثير، إنك انتظر ذريتك أغنياء خلوا لك من أنتظرهم عالى تكففون الناس. قال أحمد يونس عن إبراهيم أنتظر ذرياتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم إنك انتظر ورثتك. نعم، وهذا الحديث حديث معلوم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره وعاده لما كان مريضا، وهذا من داء بحال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعود أصحابه وينظر فيما بينهم، فيعود أصحابه ويزورهم كما فعل مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وفعل أيضا مع اليهودي وقال له أسلم، فنظر الأبي فقال أطع أبا القاسم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العادة مريدا أو زار له أخا في الله نادى منادي من السماء أن ضبت وطرت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. وأيضا قال في حديث علي بن أبي طالب وكل الله 70,000 ملكا يستفلون له من الصباح حتى يمسي ومن المساء حتى يصبح في رواة وهو في خرف الجنة. فعاد هو كان يخشى سعد على نفسه فقال أتصدق مالي؟ قال لا. أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أتصدق بشطر مالي؟ قال لا. ثم بين له قال الثلث والثلث كثير، ولذلك قال ابن عباس لو غض الناس عن الثلث فإن النبي قال الثلث والثلث كثير، وقال إنك إن أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من تجعلهم عالة يتكففون الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال وما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله عليها، حتى اللقمة تضعف في امرأتك تكون لك بها الأجر، يكون لك بها الأجر. ولذلك دعا لهم اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له لأنه مات بمكة، وهذه فيها دلالة أيضا على حرمة الرجوع، حرمة النقل بعد الموت وإكرامه ودفنه. نعم، ويتم في الأرض الذي هاجر منها، لكنه هذا ليس بملكه لا يحاسب به عند ربه جل في علاه. عليكم السلام. وكان يخشى أن يخلف بعد أصحابه يعني بعدما يرحلون، وأيضا الله تعالى بين له أنه ستكتب له حياة فينفع الله بها أقوام ويضر بها آخرين. باب آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. قال عبد الرحمن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان والدرداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أنه آخي بين المهاجرين والأنصار، وكانوا يدا واحدة، وقد وصفهم الله وصفا دقيقا بالغ المدح في عندما قال والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن عوف، وقلنا سعد قال له لي زوجتان انظر أيتهما أعجب إليك طلقتها وتزوجتها ولي بيتان لك بيت ولي بيت، وقال بارك الله لك فيما أعطاك الله جل في علاه ودلني على السوق.
وكانوا كما قلنا يقف بعضهم بعضا، وكانوا يعني خير عون لإخوانهم. ثم ذلك جاءت نزلت الآيات وتكون هنا بحرمة التبني، والتآخي يكون فيه أخوة الإسلام ولكن لا يكون توارث هناك بينهم، ولكن يكون النصرة والمحبة والألفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يوصفه أهله وماله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلنا على السوق. فربح شيئا من أخت وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يا عبد الرحمن؟ ما هي عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ قال: وزن دوات من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشت. هذا قد أسنده فيما مضى وفي الباب بعد من حديث سفيان عن حميد عن أنس قال: قدم عبد الرحمن، فذكر الحديث وسلف أيضا قريبا في الإخاء. ثم قال: وقال أبو حجيفة آخى أو جحيفة آخى أن يسلم بن سلمان أبو الدرداء، وأسنده أيضا في الصوم في حديث أبي العميس. كل ذلك مسند في الإمام البخاري. أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله، وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس ابن أبسة ابن أمية. ننظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما وقال له: انظر أيتهما عجبتك أطلقها وتزوجها. وهذا عجيب جدا في الإيثار، يعني حتى في زوجته يتركها له. هذا معنى الإيمان الحق، وهذا الصدق من المحبة والأخوة. ولذلك قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. فانظر أخي الكريم إلى هذا الفضل الكريم الذي تجده من النبي صلى الله عليه وسلم في التآخي، أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. وانظر إلى صدق المحبة وصدق الأخوة من الأنصار لإخوانهم المهاجرين، لذلك كانوا نصارى الله ونصارى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله لهم المكانة الرفيعة بين أهل الإسلام. وكانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم هم كرشي وعيبتي، وقال: الناس دثار والأنصار شعار. وقال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، وسلك الأنصار شعبا واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. نعم. فلما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، انظر ماذا قال له. قال: انظر إلى زوجتي أيتهما عجبتك أطلقها تتزوج. أي إيثار هذا؟ أي صدق محبة هذه؟ الناس هنا نصروا الله حقا ورسوله، وما وجدوا لأنفسهم ملك في هذه الدنيا، وأن الدنيا معبرة ليست مقر، هي دار ممر ليست دار مقر. وعبد الرحمن عوف قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. فلما قال له ذلك قال: دلني على السوق. وذهب فتاجر، فبارك الله له في تجارته، فجاء عليه وضر من صفرة، نظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم واشتم الطيب، فقال: مهيم، ما فعلت عبد الرحمن؟ قال: تزوجته. قال: عن نواتي من ذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب مناقب الأنصار. حدثنا حامد بن عمر عن بشر المفضل، حدثنا حميد، حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا أعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشره من المشرق إلى المغرب. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة على كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. قال: رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: إن خيرنا ابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاد الله من ذلك. فأعاد عليهم، فقالوا مثل ذلك، فحرج عليهم عبد الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم قالوا: شرنا وابن شرنا. شوف، تلون أسرع مما يكون. هؤلاء القوم قوم بهت، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. قوم ملعونون، هم ألعن أهل الأرض. وقال مصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد العداء، حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع أبا المنهال عن عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي
دارهم في السوق نسيها فقلت سبحان الله أصلح هذا؟ قال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابها أحد. فسألت البراء بن عازب فقال قادم من السلام ونحن نتبايع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فليس بي بأس وما كان نسيها فلا أصلح. وألقى زيد بن أرقم فسأله إنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. ثم وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتابع أو نحن نتبايع. قال نسيها إلى الموسم أو الحج. وهذا في ذكر هذا الحديث حيث عبد الله بن سلام بلغ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال أسألك أسئلة ثلاثة حبك الله لا يعلمهن إلا نبي. وهنا الرجل كان صادقا إذا أجاب علم أنه نبي فآمن. فسأله عن أول أشرة ساعة قال نار تحشر الناس من المشرق المغرب أو من المغرب إلى المشرق تحشر من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام الجنة زيادة كبد الحوت أي الذي في الجنة يلعب معه فثورة فينطح بقرنه فيأكل منه أهل الجنة ثم يرد إلى الحوت روحه فيلعبان ثم يدلع الحوت الثور بذنبه فيأكلن منه ثم كذلك إلى لا ما لا نهاية. والكبد هي أول طعام أهل الجنة. ثم قال كيف أنزع الغلط؟ قال إذا سبق المرء الرجل أنثى وإذا سبق ماء الرجل المرأة ذكر. وإذا على ماء الرجل كان شبه بالأعمام وإذا على ماء المرأة كان شبه بالأخوال. فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم دخلوا عليه فقال لهم ما ترون عبد الله السلام فيكم؟ قالوا خيرنا ابن خيرنا عالمنا ابن عالم سيدنا ابن سيدنا. فقال أيت من أسلم؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك. فدخل فأسلم فقالوا هذا شرون وشرون وابن شرين حقيرنا ابن حقيرنا. انظروا قوم بهت يتلونون فهم قوم بهت. وفي كثير الآن ممن نعيش معهم في الوسط الملتزم فيهم نفس الخلة ونفس الصفة. وهؤلاء أعظمهم الذين يقولون من وافقنا فهو معنا من خالفنا فهو عدونا يعادون من يخالفه ويحاولون الغض من مكانته ويحاولون يعني الإسقاط من شأنه ولا يفعلون ذلك ولا يملكونه. المسألة عند الله جل في علاه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك شيء لن ينفعوك بشيء قد كتب الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتب الله عليك. وفي الحديث فيها النبوءة بالكلام على الأسئلة الثلاثة أجاب عنها قال ذكرها أو قال جاء بها أخبرني بها جبريل آنفا. وأما النسيئة فقد أنكره بعضهم وجاء الصحابة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا ونحن نسلف في الكيل وزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلفتم فأسلفوا وإذا أسلمتم فأسلموا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كيل معلوم ووزن معلوم لابد الغرض ينتهي إلى أجل معلوم أيضا ويعطي المال كلية في المجلس. طيب آخر الختام إن شاء الله يكون طيب. قال باب إتيان يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يهود هادوا يعني صاروا يهودا. وأما قوله هدنا أي تبنا هائد تائب. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة عن محمد عن أبي رأت رضي الله عنه رضي الله عنه قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي يهود. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على هدنة يعني سكننا إليك أو تبنا إليك أو عدنا إليك فالهدأ من السكون. حديث قرة عن محمد للإسماعيلي قال ما بقى على ظهري اليهودي إلا أسلم. وقال كعب هم الذين سماهم الله في المائدة يعني عبد الله بن سلام وعبد الله بن سوريا. وهذه شبهة السويدي حيث قال لم يسلم من أحبار يهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اثنان. نعم في البياقيف دليل أن حبر من أحبار يهود سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة يوسف فجاء معه بنفر من اليهود فأسلموا كلهم. نعم قد يكونوا غير أحبار. وذكر أيضا إسلام زيد بن سعنة الحبر حين عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر. وعن علي أن حبرا كان له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فلما تقضى قال ما معي ما أعطيك قال لا أفارقه. قال إذن اجلس معك. فجلس معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداء فلما ترجل النهار أسلم اليهودي. عظمة الأمر هذه بيان على لعنة هذه الأمة هذه أمة ملعونة. وهؤلاء القوم أكفر أهل الأرض هم أخبث أهل الأرض وأغلظ أهل الأرض. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله
فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. وأيضا قال الله تعالى: وادروا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. وعند عسكرية أسلم ثعلبة بن سعيد مع الحبر بن سلام، ومن حيث عمرو بن دينار يعني يحيى بن جعدة عن علي بن رفاعة القرظي قال: كان أبي من الذين أسلموا من أهل الكتاب وكانوا عشرة، وكانوا يجلسون مجالس فإذا مروا بهم استهزأوا بهم وسخروا، فأنزل الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ولابن عبد البر قال: أسيد بن سعيد أخو ثعلبة، وللطبري: أسلم ثعلبة بن سلام أخو عبد الله بن سلام بعد أخيه. وذكر أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في هذه الآية: الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. في عبد الله بن سلام وأسد وسيد بن كعب وثعلبة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلم بن أخيه ويمين بن يمين، هؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب. وروى الخطيب حديث محمد عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمي عن أمها قالت: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبر كان بمكة، ولد في بلدكم الليلة هذا النبي الذي يوصف، قال: فولد أولد الإنسان في آخر تلك الليلة، فقال حبر: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا كموسى حق أني مؤمن به. وهذه فيها دلالة على أن اليهود قوم بهت، وأنهم قوم يعني كما قلنا قوم فيهم الجحود، يجحدون بالحق كما قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال حي بن أخطب: قال أهو هو؟ قال هو 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 هو، نعم هذه الأوصاف هو هو. قال: ماذا بعد؟ قال: عداوته ليوم الدين. قال: عداوته ليوم الدين. وفي روايتين قال: حدثنا أحمد أو محمد ابن عبيد الله الغداني أو الغداني، حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. هذا طبعا فات عندنا في رمضان، وتكلمنا على أنه كان أهل الجاهلية يصومونه وليس لهم مناسبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد صومه معهم، فلما دخل المدينة تعجب أنهم وافقوهم في الصيام، فسأل: لما يصومون هذا اليوم؟ فقال له: هذا اليوم الذي نجى الله موسى من فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منكم. فشكر الله على الصيام، وقال: لو وصام ظهرا ثم أمر بمخالفة أهل الكتاب، فقال: لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سنتي خلاف ما كان يفعل أهل الكتاب، قال: خالف اليهود والنصارى، وقال: ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال تتبع منكرا: لا تتبعون سنة الذين قالوكم شبرا بشبر وزرعا بزرع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، منكرا عين ذلك. فمخالفة أهل الكتاب من السنة، ولذلك صامه وأمر بصيام يوم قبله، وفي رواية ضعيفة وأمر بصيام يوم من بعده. وقام صلى الله: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيمة، حدثنا أبشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما قدم النساء المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فشكر الله جل وعلا فصام، ولكنه أمرهم أيضا بالمخالفة، أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لله لأهل الكتاب. وقال المصنف: حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يزدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق. وهذه مخالفة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من المخالفة قال: قال قال غيروا الشيب وجنبوا السود، قال: اصبغوا فإن يهود لا تصبغ، وقال: تسرولوا واتزروا فإن يهود تتزر دون أن تتسرول. فقال حتى المخالفة حتى في هذا، المخالفة حتى في هذا، وخالفهم عند في 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 التعامل مع الحائط، كانوا لا يأكلونها ولا يشربونها ولا يجالسونها ولا يضجعون معها في مكان، وإلى أن تنتهي الحيضة، فإنسان أكلهن وشربهن ودعبهن ولطفهن حتى أنه اقترب منهن دون الجماع، خلافا لأهل الكتاب. وقال المصنف: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه رضاه قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، كما قال الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. هنا في قول الذين جعلوا القرآن عضين أي فرقوه، يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، وفي الأنبياء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، كما قال الله عنهم في ذلك، فقال في الكتاب: أولئك هم الكافرون حقا، أحاط بهم الكفر من كل نواحي. في إسناده وفي قوله قرة
المذكور في الإسناد هو ابن خالد السدوسي أبو خالد البصرة، وأخرجه مسلم، وفرد بقرة ابن حبيب، ومسلم بقرة ابن عبد الرحمن ابن حيول حيويل مقرونا بغيره، ومحمد بن ابن سيرين، وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عيينة. والذين جعلوا القرآن عظيم، الذين حرفوا القرآن آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما حرفوا الرسالة وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. هم أصلا بشروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا زمان النبي سيخبر وسنقتلكم معه. فلما كان من العرب قالوا ما كنا نظنه أنه خارج من العرب وحسدوه. وقول ابن عباس جزؤوه أي جعلوه طواف السماء، جعلوا القرآن عظيم أي فرقوه. وقد قال الله تعالى عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب الله تعالى أتى بك أحمد لنختم كتاب مناقب الأنصار، فضل اختم باب سلمان. باب إسلام سلمان الفارسي. حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي قال أبي وحدثنا أبو عثمان بن مل عبد الرحمن بن مل عن اللي هو النهدي يعني عن سلمان الفارسي أنه تداوله 19 من رب إلى رب. خلاص يا أحمد خلاص النت عندك ضائع والوقت عندنا ما في وقت. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدث محمد يوسف حدث سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من رام هرمز. قال حدثنا الحسن بن مدرك حدثنا أحمد بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحوال عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. طبعا هذه المسألة لابد أن تعلم البدعة من 3 إلى 10 المشهور، وفي قول من رب إلى رب يعني من سيد إلى سيد. والقصة مشهورة جدا في هذا الباب الذي كان عليه سلمان علي رضوان الله لما يأس من عبادة النار، وكان يعني فسلمان تركه وذهب إلى رجل من النصارى قص، وكان من أسوأ الناس، ثم يعني حسبه أنه من أحسن الناس، وكان يأكل أموال الناس بالباطل، فجده شر الناس ثم كاد يموت، فأوصى به لغيره فذهب لغيره إلى أن ذهب إلى رجل من أصلح الناس ومن أصدق الناس وكان حقا من الرهبان، لكنه لما مات قال لا أعرف أحدا على هذه الحال إلا فلان، فذهب إلى فلان فوجده مثل أخيه من أفضل الناس ومن أصدق الناس ومن أحرص الناس على الطاعة. فلما يعني قاربته الألمانية قال له لا أعرف على ما نحن فيه، ما أعرف على ما نحن فيه إلا يعني أحد، ولكن هذا الزمان أظله زمان نبي. ثم وصف له المدينة وأنه يهاجر إلى المدينة وأعطاه الأوصاف. أنت تعلم القصة بأن سلمان لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما باعه ظلما يعني عبدا ليهودي اشتراهم أكلوا أموال الناس بالباطل، وعنده العلامات أراد أن يختبرها، فأتى ببعض الفاكهة فقال هذا صدق لك ولأصحابك، فقال لأصحابي كلوا ولم يأكل، قال هذه الأولى لم يأكل من الصدق. ثم جاءه ثم قال له يعني هذه هدية لك ولأصحابك، فأكل وأكل منه، قال هذه ثانية. ثم حام حول النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه يبحث عن شيء فعر له كتفه فرأى خاتم النبوة فانكب عليه وبكى وقص له القصة، فتعجبوا جميعا من قصة سلمان رضي الله عنه وارضاه كيف أسلم بهذه الطريقة وكيف عانى ما عانى ويعني تحمل ما تحمل من أجل دينه ومن أجل أن يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الفوائد المستنبطة: فضل الأنصار آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم المهاجرين. نعم. في النفقة الثلث، والثلث كثير. الإنباء بالغيوب من عامة النبوة بيّن أن سعد سيعيش ينتفع به أقوام ويضر به آخرين. العالم الصادق يتبع الحق، سأل النبي أسئلة وقال لا يعلمها للنبي فلما أجابه أسلم. اليهود قوم بهت، نحن أولى بالأنبياء من هذه الأمم، من صدق الله صدقه الله، سلمان صدق الله فصدقه الله جل في علاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.